مراد طاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموا باش حضر معنا البرنامج رمضان شو توك خفيف ظريف اللي فيه كيشارك مراد الفطور مع الجمهور. ومن خلال هذا البرنامج كيطلب من الضيف انهم يوهموا الناس انهم صايمين واخا مصورين البرنامج قبل رمضان. الضيف كيجي مع اللي ما بيه باش يحضر في برنامج شو، ولكن اللي ما عارفش هو ان مراد غيطلع عليه في كل فاصل من فواصل البرنامج. وفك يا من وحلتها. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامج رمضان شو. رمضان شو هاد الليله غادي يفطر معانا واحد النجم من العيار الثقيل، محمد الريفي. سي محمد الريفي تفضل. صافا بخير؟ نهار كبير هذا. قول لي كي دوزتي النهار بعدا؟ مزيان الحمد لله، كلشي مزيان. كوب كوب عفاك، واخا دابا ما كاينش رمضان، دابا غنديروا بحال اللي رمضان، الماكله ما ناكلوهاش حتى يأذن ونديروا. مرحبا. نعاودوها. سي محمد الريفي مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيفاش دوزتي النهار؟ الحمد لله دات مزيان، كلشي مزيان. يعني ملي فقتي كيفاش عطشتي؟ ضروري الانسان تيجي شويه ديال العطش، ولكن الحمد لله على كل حال. نعم. واخ ساتورن. واخ واش غندير له انا صاحبي؟ عفاك ماكياج 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 عفاك تمشط له اللحيه. لا خلافك اخلاف. يلا عفاك اختي غير فهمك. شوف مشطي لي اللحيه برصتنا ذاك المخرج ديال وايل. بقى مشوق. سهلة كيدير هاد الدراري باسلين شويه. عندك جيل؟ لا صافي 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 مزيان بحالك. جيل كاين ندير شويه. مزيان مزيان مورا بحالك. كيبان شويه شعره مدرج من الفوق. في فحال فحال. واخا الشعر هاني الحطه. عفاك كلاس من الفوق والصقور. شاد البسالة صاحبي، شاد البسالة، شاد البسالة صاحبي. عفاك جلس ولا سير في حالك اخويا ما تبرزتناش. انا اصلا كاع ما عارف واش كاين، صحاب لنا انترفيو اصلا ما كنتش عارف انه بلاطو. وداك الشيء صاحبي اش دخلك فيه كاع انت؟ ما بقيناش عارفينكم واش الجمهور اصاحبي ولا حشومة عليك اصاحبي، ما فهمتش انا السيد كتلوح له في الهضرة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي. حشومة اصاحبي حشومة. يا ربي شاد راه بسالة هادي. راه ما غنخو شوف عفاك يخرج هذا. بسالة كيديرة ديالك. كوب كوب عفاك كوب كوب. بعدي من الاول هكا. كوب. كيفاش بعدي من الاول من هكا؟ انت الاول اللي قللتي عليه الحياة. انا قللت عليه الحياة؟ طبعا. فين دويت معنا اصلا؟ انت الاول قلتي له هنينا اسكت انت. يعني انا فين انا فين انا فين هضرت يعني اصلا؟ هذا ديالك مفروض عليك انك تحترمه. وانا فين انا فين هضرت اصلا؟ اصلا انا فين دويت؟ لا وقيلا ما نسيتي. وراه كاين الكاميرات. انا فين هضرت اصلا؟ راه كلشي يسمع راه ماشي. نصوروا عفاك نصوروا. شوف راه غير انا ولا هو هاد السيد بلاطو. خلنا صاحبي لهاد الشيء كاع الساله هادي كاع. ريفي اش اش واش تتمس واش انا غنصورش انا لا ما كانش هاد السيد اجي اجي وقلت الاحترام اصاحبي ويلي. لا عفاك شوف هاد السيد هذا يخرج الله يحفظك. ويلي لا قلت الاحترام ويلي 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 مراد ويلي انت حاس ما نكملها مراد. لا خرج خرج لا لا شو تضحك عليا مراد؟ لا انت خويا وكل شيء ما نكملش انا. يلا كبير اجي اجي اجي. انا مراد وقع مشكله صح مراد. انا فيزيك مو ما عنديش الباور باش نهضر. صافي صافي شوف شوف ما تقولش واحد. لا ما قالتش مراد والله ما قالت. لا خرج راه خرج هو خرج صافي مراد مراد. الله يحفظك غتفضل غتفضل صافي والله يسر عليك وما حالف ما كامل. غنكملوا 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 صافي غنكملوا ويلي على البساله. جاي انترفيو ماشي جي ماشي جي بلاطو. جينا انترفيو ما جي ما لابسين ما والو. جينا نهضروا انا وياك ونقصروا انا وياك ونمشيو. ويلي ارتاحوا جلس مع راسك احنا مقشرين. انا كتبان بحال اللي مقلق. ساتور توجور. اي قول لي سي الريفي كان مؤخرا عندك واحد الصداع مع حد ديوي كنتي تخاصمتي معاه. واه موضوع داز عليه ثلاث سنين صافي الموضوع صافي نسى. الا قلت لك مثلا معنا ليلى حد ديوي نقول لك مرحبا بها. مرحبا بها. اول سؤال تعطيه لها قبل ما تدخل نقول لها ترى سوء تفاهم ولي غلطنا مع بعضياتنا. الله الله يسامح. كيفاش غلطتوا مع بعضياتكم؟ اذا معايا سي محمد الريفي مفاجاه هذه السهره معايا فاتي جمالي. تفضلي فاتي جمالي مرحبا بك. تفضلي تفضلي. فاتي جمالي عفاك نكوب ما فهمتش الجمهور صفق الفاتي وما صفقش الريفي. فاتي عفاك نشوف. نعم فاتي شفت كاميرا البروفيل واش نقدروا. قلت لك زعما هي كتبغي تبان الحنك لي الحنك لي من ماشي مشكل عادي هو سلمي عليه ويتبدل البلاصه نعاودوها ماشي مشكل. اسمح لينا خويا الريف نعاود نعاود خليك خليك ساتورن نعاودو نبداو من الاخر ونكملو ساتورن توجور. اي
نستقبلوا معنا بطبيعة الحال فاتي جمالي. شكرا. تفضلي فاتي جمالي. اهلا. تفضلي صفيقه تحرى فاتي جمالي. فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا ربي. قولي علاش بدلتي البلاصه؟ زعما كنتي هنا وعاود تحولتي. واش كتهضر منيتك؟ لا غير حيت بغيت نعرف زعما السبب انك واش انت عندك كوب اخويا مراد. عادي راه سؤال عادي. لا ماشي سؤال. واش انا جايه من الصباح انت ناشرني جمعتي جوج فنانين ماشي مشكل، ولكن اسئله تافهه لا صح. دابا انت غتوريني البرنامج ديالي انا شكون نجيب وشكون ما نجيبش. انا ما هضرتش على السيد، انا قلت لك حيت انتوما قلتوا لي كل حلقه كاين فنان. كان هادشي اللي عارف. ايوا من بعد الا تلاقيتو واش نتوما اعداء؟ لا لا. واش هادشي تتصور مراد؟ لا دابا ما كنصوروش. مي معلاش غتحبسيني انا؟ وايلي حنا واش غادي نضاربوا هنايا؟ واش نقدروا اجي نرجع لبلاصتك؟ حيت انت نقدر في اي لحظه الله يدوز مراد. واحد القضيه قلت لك مراد ومراد ورا مراد ومراد ومولفتش ندوز معاك مراد. ماشي لهاد الحاله كاع. لا حيت ما عرفتش علاش. لا بنادم محسوس غير بوحدو. دابا انا اول سؤال قلت لها بدلتي البلاصه، كون قلت لها كديري عمليه تجميل اش غدير؟ باقي حنا يلاه بدينا مراد. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بالخير، الله يرحم الوالدين مراد. صافي يلا. لا لا فاتي جمالي. وا مراد ساتور. فاتي جمالي بغينا نعرفوا شحال من عمليه تجميل درتي، وما كتشوفيش بان عمليه التجميل الكثيره في رمضان كتاثر على الصيام؟ لا دابا شنو كتسنى مني؟ فاصل ونواصل. راه اسئله ديالي هنا معروفين. هادشي راه ما بانش ليا فيه. الله يرحم لك الوالدين. واش ما تفهمتوش؟ لا بلاتي خويا الريفه، بلاتي واحد القضيه. عندي البرنامج ديالي قبل عمر قلتي لي سول هادي وما تسولش هادي. ويلي تقدر هي دابا عندي بغات شي اسئله ماشي مو هادوك مراد. صافي ويلي هاد النهار. قلتي خايفه على ليماج ديالك؟ حنا راه عندنا ليماج خويا. دابا حنا كنضربوا تماره باش في الاخر ملي غادي نكونوا في برنامج. عافاك ما تصوريش، عافاك وما تصوريش، عافاك ما تصوريش. واختي والله يرحم لك الوالدين، الله يدوز هاد النار على خير مراد. واش هذا تصوير ولا شنو فايده صورت؟ ما فيها حتى حاجه. واش انت جايبنا صاحبي هنايا الانترفيو ولا جايبنا ما فاهم والو انا اصلا؟ علاش كتصوري؟ ما فيها بس الا صورت انا. لا فيها ما غاديش نحط هاد الشيء. واش انت نخرجوك؟ علاش كتصوري؟ علاش؟ علاش كتصوري؟ ما فهمتش. كي دايره صاحبي؟ اسمح لي السي محمد الريفي، اسمح لي بزاف، اسمح لي. هضرنا اصلا. يلا نفطروا الريفي. اكل اخو والله ما قد ناكل. صحه فطورك سي الريفي. صحه فطورك. صحه فطورك. لا فاتي فرق صيامك. فرق صيامك. فرق صيامك. لا واقيلا كليتي قبل ما يسالي الاذان. ما دايش لك النهار. نعم. انا بغيت نسولو شحال من مره ما داش لي النهار وكلا بلا ما يناسي. لا ديما محل يا فاتي. ودابا انت الا جيتي كتسولي دونك حنا ضيوف بقاو نجاوبوا. مراد واش حنا غنتعوج دابا كلمه بدا نتقلقوا عليها. اسمح لي واش هادشي دايز مراد؟ لا حول ولا قوه. واش هادشي دايز؟ لا ما دايش، ولكن انت علاش كتقولي؟ واش حنا كنقولوا حنا غير نديروا اجواء زوينه. خلينا نسولتي باغا تغني؟ لا انت باغا تغني، باغا تمثلي، باغا ديري ملكه الجمال، حشومه فاتي. وانت اللي حشومه. واخا وخليني انا نسول. وما تقولش لا حول ولا قوه. قله الادب. وحنا غير كنهضروا. وفاتي واش انت مغنيه ولا ممثله ولا منشطه؟ واسمحي لي مراد. مراد واش كتغوت عليا؟ مراد مراد ولكن انا صاحبي انا جايبك اسي الريفي. لا بلاتي انا جايبك. انا دايره فيك خير اخويا، راه انا مضيعه نهار. كيفاش دايره فيا خير؟ خويا الا ما جيتش انا وما جاش هو وما جاش الاخر ما ديرش برنامج. انت ما تخدمش. انا غنشهرك غنبين لك الصوره ديالك انت. مراد راه ما يمكنش نكملوها هكا مراد. ما فهمتش انا فاتي. جلس اخويا. لا مراد ما عنديش مشكل معاك انت. راه ما عنديش مشكل معاك انت. دونك عندك مشكل معايا انا؟ لا ولكن سمحي لي يا فاتي. واش يلاه سيري دابا جيبي بحال بسهله بحال هكا نبقاو حنا. سي محمد ريفي انت ماني جاي مكرفص انا من ليت اللي مراد باش يضاربوا. لا ولكن واش تصور؟ الميكينوف ماشي دابا. الميكينوف ماشي دابا. ماشي ميكينوف. ميكينوف اخويا ماشي دابا. اونشيني اونشيني ساتور. بغينا نسولك فاتي جمالي، علاش ما خرجتيش قبيله من البلاطو؟ علاش بقيتي؟ دا معيار ولا شنو؟ راه هذا برنامج ديال الترك شو، كنبغيو نقشبو كنبغيو نضحكو. الله يعاوننا ويعاونك سير اخويا. احنا بغيت نقشب معاك سير اخويا. انا دايره فيك خير وجايه عندك باش نطلع لك البرنامج ديالك. انت تيقتي راسك وقيله. تطلع لي البرنامج ديالك. الله يعاوننا ويعاونك. اخوان فضيحه الريفي. على نهار كيدير بنادم واحد داير. انا نمشي. الله يحشومه عليك انت بعدا. اقسم بالله تحشومه عليك. علاش كتصور اخويا علاش؟ هذا اللي مكلف بيبليك ما مسوقش كاع. اشريف
الشريف اجي اخويا نقسمو حيد اخويا داك التليفون اجي اجي بين مزيان اجي جلس 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 بالله والله ما بغيت نكمل المراد صاحبي غير جلس مراد وغير جلس صاحبي جلس صافي برا وانت غير جلس بالله غير جلس صاحبي الله يستر عليك مراد الله يستر عليك جلس غير جلس انت تصنت غير جلس الوالدين والله يرحم لك الوالدين جلس صاحبي جلس تمام جلس 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 صاحبي وغير جلس صاحبي وغير جلس صاحبي وغير جلس صاحبي هذيك يا مراد على تحكي ديرا لا لا باغي جلس صافي مراد لحظه صافي شوف ويلاس جلس صافي مراد الله يرحم لك الوالدين الله يرحم بك راه صافي مراد صاحبي مراد هادي صافي انا جالس انا جالس انا جالس انا جالس انا جالس يا ربي جي جي هنا الله يرحم بك باش ناخذوا بلاصه فوق خاصك انا غندير راسي بحال اللي كندوي مع فاتي جمالي وندوز عندك شكرا فاتي جمالي قول لي سي محمد الريفي الاجواء الرمضانيه مثلا 30 في رمضان يعني كتقرر انك تسافر وت قلت يا وحيت سخفت صاحبي لا واش غناخذوا حنا بوحده الله ما وقع عندي ما نقول صافي الله يجعل البركه تقدر تغني لنا شي اغنيه لا ما بقاتش مستحيل الله يرحم باك لا مراد ليك تعز عليك الله يستر عليك الله يرحم الوالدي الله يدير والو صافي سي محمد الله يرحم باك واش جالس انا اصلا اجي اجي تحلف بالله اجي 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 سي محمد مراد صافي مراد واش مراد صافي اجي راه كنضحك واش الحلف راه كنضحكوا صافي ما تضحكش معايا مراد واش حصل مراد مراد واش انا جاي في انترفيو جاي نهضر معاك صافي تخلي البيبليك يضحك عليا ولا مراد والله يرحم لك الوالدي راني مريض واش انا جاي باش نشوف شوف شوف غير شوف هنا غير صافي شوف هنا صافي انا خوك انا دابا صافي صافي سي محمد اتصنت خليني نقول غير كلمه كنا كنقيسوا درجه الطونسيو ديالك وعبرنا انت